اليوم صراحة احنا عندنا اغلب العوائل تعيش تحت مستوى خط الفقر، فهذه الناس تحتاج لها رعاية خاصة، يحتاج لها توجه من بعض الناس اللي مسؤولة عن منظمات المجتمع المدني الانساني. فمن هذا المنطلق انطلقنا احنا، عندنا عدة عوائل. يعني من سكنت مناطق الحسينية، فأغلب مجتمعاتنا هي تحت خط الفقر. انطلقنا من هذا المبدأ وتوجهنا إلى العوائل حوالي من 4 سنوات. بديت في هذا العمل الإنساني بجهود ذاتية بمساعدة بعض الأخوة الأصدقاء أو الأقارب. انطلقنا من 4 سنوات توجهنا إلى العوائل، تعرف قبل جائحة كورونا عندنا بعض العوائل الفقيرة. ابتدينا في من بساطة الموضوع، مثل ما تقولون في الإعانة البسيطة، المنطلق البسيط. بدينا في حوالي 5 سلات غذائية. اليوم خلينا نحكي في السلات الغذائية. بدينا في 5 سلات غذائية. اتنامت هذه الحركة عندنا، وروح الحماس والتشجيع من الجروب مع بعضه زادت هذه السلات الغذائية وتعددت وصعدت من تدريجيا من 5 سلات غذائية إلى 4 إلى 10 سلات. واليوم احنا وصلنا مرحلة، وصلنا حوالي 2000 عائلة، نقدر نعين 2000 عائلة متعففة من عوائل الشهداء والمتعففين والمطلقات والأرامل. جيد، احنا اليوم نرحب بك الدكتوره ابتسام مره اخرى ببرنامج الفرع داركم. احنا انا ذكرت قبل قليل انه كثير من الاعمال الانسانيه تحتاج الى دعم اما مؤسساتي او حكومي، وبالتالي مثل هكذا مبادره جميله جدا من قبلكم ومن قبل الجروب اللي كان يعيل هذه العوائل اللي وصل عددها الى 2000 او اكثر من 2000. بالتالي احنا نقول انه اليوم اكو كثير من العوائل تحتاج مو فقط سله غذائيه، تحتاج الى مثلا راتب رعايه اجتماعيه، تحتاج الى من يرعى اولادها داخل المدارس. قمتوا بهذه الاعمال او ممكن انه وصلتوا اصواتهم الى المؤسسات المعنيه بهذا الموضوع؟ نعم، وصلتنا عده مناشدات. نعم. اغلبها مثل ما تعرفون شبابنا هم شباب عاطلين عن العمل. ناشدونا في مجال، احنا مو جهه سياسيه لكن احنا طبعا جهه خدمية. لكن عندنا بعض التطلعات مع بعض العلاقات مع الاخوه في بعض الاماكن السياسيه. بدينا احنا نقدم معاملاتهم، معارف شخصيه، نشرح لهم حالاتهم حسب الاولويه. طبعا اكو عوائل يجي شاب معاق عنده عائله، عنده 4 حالات مثلا، نفرض عندنا حاله من الحالات 4 حالات مرضيه لهذا الشاب، زين وهذا كيف يعيلهم؟ تعرفين مثل لهم الاولويه بهذا الشيء. جيد، فوصلنا صوتهم والحمد لله استجابوا بعضهم وطلعت لهم هذه الرواتب الرعايه. في مجال الناحيه الدراسيه صراحه، في يعني قبل حوالي سنتين في احدى المدارس بجهود ذاتيه، حتى كان ويانا جروب من الاطفال والشباب، زرنا احدى المدارس وقمنا بتنظيفها وصبغ بسيط كتحفيز للعام الدراسي الجديد. وبالإضافة إلى ذلك عملنا إنه ترتيب الرحلات اللي محتاجة في الديمومة بسيطة، والحمد لله توفقنا في هذا المجال. الحمد لله.